افضل منتخب بيحصل تعالي، وده اللي احنا بنعاني منه. بص يا كابتن شادي، اصعب بالذات في بطوله افريقيا، اصعب المباريات اللي انت هتواجهها الفرق اللي مش معروفه او مش معلوم هوياتها ايه او نجومها مين. لا، زي ما بقول لك، البطوله دي هي بطوله اللي هياخدها هي فريق مش مرشح او فريق مش متوقع، لان عندك فرق كتير جدا ادت بصوره جيده ومحدش يعرف عنها حاجه، ولا عندهم صلاح ولا عندهم محرز ولا عندهم لعيبة نجوم. هو ما يميز الفرق دي الجماعية في الأداء، الجماعية في الأداء في الفرق دي هي اللي ما تميز البطولة الأفريقية. بالظبط. طيب هنخرج بقى من البطوله الافريقيه وادخل معاك في الجد بقى شويه، ونتكلم عن احمد عادل وتاريخه مع النادي الاهلي، لان في حاجات الجماهير جاله حان الوقت زي ما بيقولوا، يعني لازم نتكلم. وافتح قلبك بصراحه، يعني مثلا لما نيجي نتكلم على احمد عادل، ممكن عدد مبارياته مع الاهلي ما كانتش كبيره جدا، بس لما تيجي تبص هو شارك في مباريات ايه، وده لازم الجماهير كانت تعرفه في التوقيت ده. يعني مثلا ممكن تلاقي احمد عادل شارك في ايه، انا متذكر جدا اسك في اسك، وكان فريق خطير الزمالك، ومباراة صعبة جدا ملهاش حسابات، والاسماعيلي في اسماعيلية مباراة ليها طابع خاص عند الجمهورين، وفي مباراة كمان كانت قوية جدا ترجي في تونس، الترجي في تونس، يلعب الترجي المدير الفني يقول له انت عملت كل المهام، يجي مصر بقى ندخل في الدوري احمد عادل بره ال 18. كان بيقول لك ايه التوقيت ده، لان هو كان لما بيكلم لاعب ما يقدرش يقول، كان بيقول له ايمان، ولو عارف كانت تبقى كارثه، صح؟ كان بيقول لك ايه بجد، يعني مثلا قال لك ايه بعد اسك لما لعبت وتالقت بشكل كبير وحققنا انتصار، اعتقد مع نادي الزمالك نفس الموضوع، مع اسماعيلي في اسماعيليه، مع كنت تلعب ويفاجئك، انت كنت بقى تعرف قبلها ان انت هتلعب؟ قبل المباراة؟ لا ما اعرفش، بيقولكش لا انا ما اعرفش بجد والله. والله، انت كنت كام واحد في الباك رايت، بس قول انا لي كنت كده. متوقع. يعني كنتوا كام واحد مثلا؟ احنا كنا خمسة، مين الخمسة؟ كنت عاوز من كلمة انا واسلام الشاطر واحمد صديق وبركات وجنى احمد فتحي، فكنا خمسة. اللعب صعب جدا، صعب جدا، بس انا جت ايوه عليا فترة، انت لو تفتكر يا كابتن شادي، واحنا في اوضة اللبس كنا اللي هيخش ال 18 او اللي هيلعب، كان في شنطه عم حارس اللي بياخدها بتاعت الجزم، كان في شنطتين كده، فبنحط الجزمه عشان عم حارس ياخدها المعسكر عشان يجيبها لنا في الماتش، ما حدش كان بياخد جزم يعني. فانا في ماتشات، اول مثلا ايه، الاقي ماتشات ضعيفه بدون ذكر اسماء فرق يعني، فخلاص انا بره ال 18 مروح. مروح، فيجي ماتش زمالك اروح اخد عربيه من الاوبرا وامشي. حتى كان اقرب الناس ليا يعني، حضرتك كنت من اقرب الناس ليا، كنت تلاقوني جايب لبس خروج مش جايب الترنج، فايه لا عارف ان انا ايه، هرجع الاوبرا تاني اخد العربيه وهمشي. فيجي ماتش زمالك، انتوا كلكم بقى تلاقوني ايه، او ماسك الجزمه وحاططها ايه في الشنطه، فانت ضامن ايه كله بقى وبركات وكده، ايوه يا عم ضامن. المهم تخش ورقه، الاقي نفسي ايه، واحد اتنين ال 18 يعني، هقع من الورقه اللي هو رقم 18 18 بتاع ال المباراة. 18 بتاع المباراه السكور، فاخش المباراه واتوقع ان انا هلعب، الراجل مش هيدخلني الا لما هيلاعبني. في مباراه الزمالك اللي حضرتك بتتكلم فيها كانت النتيجه 0-0، والمباراه دي كسبنا 2-0 يعني، الحمد لله ربنا كرم ونزلت شوط تاني. هو كان مستر مانويل على طول ليه تغيير، في تغيير كده يا بين الشوطين يا اول نص ساعه، ده اول نص ساعه ده بيبقى واخد زيرو من قبل ما نبدا. طب والله لا مخليك عام، كان بيعمل الزيرو ازاي بامان؟ كان يجي يكلمك بقى عشان هتخرج، وانت الوحش بيخرجه حتى لو هو نجم، اصل جمعه خد زيرو لا كان بيعمل ازاي مثلا؟ كان بيعمل الزيرو عادل زيرو ده مره اي تركي خد زيرو، اي مره خد زيرو، واللعيبه كانت بتزعل قوي، كان بيقولها بطريقه بتشدوا قوي. هو وبعدين مش عمال يوزع زيروهات، فانا ايه، ففي حد يعني ايه بدون ذكر اسماء مكاني ملوش. المهم ايه، انا بعد ايه، كان عاشور، كان حسام عاشور على الجنب، فانا ايه بعد نص ساعه انا شايف الراجل ايه عمال يديله زيرو وقلب عليه، فانا ايه قمت نازل ورابط الرباط وجاب الشنكار بتاعي. فعاشور قال لي ايه ده، قلت له عاشور انا اول تغييره، فقال لي ايه، قلت له زي ما بقول. المهم ايه، خلص الشوط والله العظيم يا كابتن شادي، وهو داخل كده قال لي عادل ورم اب سخن، قلت له اوكي،
هم كابتن شادي نزلت شوط تاني الحمد لله ربنا كرمنا بجون احمد فتحي وجون عماد متعب، فطلع راجل بصراحه شكر فيا في المؤتمر بعد دي المباراه. حقيقة. مباريات كتير كده يعني، مباريات كتير كده، يمكن مباراه اسك اللي احنا لعبناها في ابيجان دي كانت مباراة قوية جدا، والأجواء كابتن شادي احنا كانت كنا صعبة جدا جدا، احنا انا اتفاجئنا. اسك انا بقول بس لك هو أنا بقى السؤال هنا، هو قال لك اللي أنت هتلعب المباراة دي؟ لأن كله اتفاجئ في التوقيت ده، هو كان قايل لك ولا بص يا ما كابتن قالكش شادي أي انت عارف حاجة؟ التكتيك اللي احنا كنا بنعمله كان قبلها بيحط في بيوم، التشكيل. بيحط في التشكيل بس ساعات ممكن يلعبني شويه وممكن يلعب اسلام بيروح شويه مغير عشان ما يدكش أمان اللي أنت ما أساسي. يدانش. فانا كابتن حسام بدري كان قاعد على الثلاجه بره، فبجيب كوره من الاول قال لي شد حيلك عشان انت هتلعب. انا بقى العب اجواء كابتن شادي اسك بقى لهم 14 سنه ما بيخسروش على الملعب ده، تمام؟ يا بيتعادلوا يا بيكسبوا. والملعب كان الملعب ده اصلا ملعب رجبي، تمام؟ الناس يعني متعرفين ملعب رجبي، وكان بيتلعب عليه مباراه قبلها جلته عالية ونجلته عاليه وطينه، الطينه لما نشفت طلع شمس، فالطينه الادام بتاعت الجزم لما موجود. تيجي موجوده. وبعدين في حاجة يعني، والله اللي احنا بنقوله ده تاريخ يعني بيحصل، انت بتعمل سبرنت، الرجوع مع الجو في حاجة في بتحس عيل انت بتجري صغير بس واقف، واقف مكان. حلوة دي. بس في عيل صغير واقف في صدرك. والله العظيم دي حقيقة، وانت تستغرب وفي ايه، انا عايز اجري بس مش في قادر. هواء وفي شمس يعني وفي لعيبه عادي، وتحس يا كابتن شادي واحنا راجعين مش قادر اخد نفسي. فكان على طول انا كنت بصدر بركات، بركات هو يهاجم وانا هقف ادافع. المهم خلصنا الماتش وكسبنا الحمد لله 1-0 جون ابو تريكه، ودخلنا بنش بعد المباراه. لقيت مستر مانويل داخل، هو المفروض عارف انت كابتن شادي بيلف على الفريق كله بيسلم عليه. لقيته داخل عليا انا مباشره كده، كان شوقي عملت جنبي ماتش جامد قوي انت الماتش. ضربني على دماغي، قال لي جود ادي الجود، وضربني على دماغي كان شوقي جنبي. فانا قلت بس انا هرجع مصر بقى احط رجلي بقى، انت عارف اللعب في النادي الاهلي فرصه لازم الواحد يمسك فيها. فرجعت، فرايحين نلعب المصري بورسعيد، تمام؟ ماتش 2-2 لو حضرتك تتذكره يعني. فانا قاعد في المحاضره، كان بركات تعب جاله برد، وكان جايب عبد الحميد حسن معانا رقم 19 في الاسكواد عشان لو بركات حصل له حاجه عبد الحميد يخش. فالراجل بيقول التشكيل وبيقول السكور، فلقيته عادل اوت بره ال 18. بره ال 18. وانت لسه قايل لك انت مكسر ده انا الدنيا. بعدها باسبوع يعني رجعنا مصر هنلعب بقى خلاص اول ماتش في الدوري. قال لي عادل اوت، فانا بحسبه يعني ترجم غلط، احمد عبده ترجم غلط. فبسال احمد عبده بقول له عبده هو انا بره؟ فهو فهمني طبعا مستر مانويل، قال لي ايزي ادل يو ار اوت. والله جد فيعني كان عادي جدا عادي، مباريات كتير كده. كنت بتزعل بقى ولا يعني كنت بزعل طبعا، كنت بزعل بس ما كنتش بيأس. بص يا كابتن انا يعني يمكن شهادتي فيك مجروحه ولازم اديك حقك. انت من اكتر الناس اللي فعلا الناس كلها والدنيا كلها لازم تعرف ان انت اللي وقفت جنبي، انت وقفت جنبي سندتني دعمتني في اصعب الحاجات دي. انا عارف انت مش هتقول الكلام ده بس ده شهاده ليك ولرجولتك حبيبي وجدعنتك حبيبي. بره الكوره قبل جوه، ده اللي انا لقيته منك فعلا، وده يمكن مؤثر فيا وانت عارف معزتك عندي. من اكتر الناس اللي وقفت جنبي ودعمتني وسندتني لانها كانت فتره صعبه عليا جدا. مش هقول احساس بالظلم بس احساس ان مش ما خدش حقي يعني، ما خدش حقي في مباريات كتير، لكن كنت كل حاجه نصيب، كل شيء نصيب. ويمكن الحمد لله ما كنتش بيأس، وكنت زي ما انت حضرتك قلت ان انا بنزل كل مباراه بادي اللي عليا. وتجربه مع النادي الاهلي انا الحمد لله راضي عنها جدا ومميزه جدا بالنسبه لي وفادتني كتير الحمد لله. ابو حميد هستأذنك هكمل معاك الحوار في المنطقه دي.